عايزاك تقتلي جوزي. اشرب ايه يا مدام؟ هو انا دخلت كافيه وانا مش واخده بالي ولا ايه؟ لا انت في مكتب سيف الخديوي. انا راجل بشتغل في الامن، بامن الناس وبحميهم. لا اتأثرت حقيقي. بتامن الناس ها؟ زي ما كنت بتامن عادل منتصر. لا ده عادل منتصر ده قصه تانيه، ده راجل شمال. كان واكل حق ناس غلابه وربنا قدرني وجبت حقهم. وبعدين سلمته للحكومه. يعني ما بتخلص. غريبة. مع إن أنا سامعة عنك غير كده. سامعة كتير يا وحش الكون. حلو. لا ودم خفيف كمان. الظاهر إن أنا غلطت إن أنا جيت لواحد زيك. استني بس، هدي دنيتك، هدي دنيتك. أنا كلمتي زي اسمي، سيف على رقبتي. وانا قلت لك لو احتجتيني في اي وقت هتلاقيني موجود. عشان كده انا جيت لك. طب ارتاحي 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 بس. بس انت جايه في دم. خلاص طلقني منه. لا قصتك دي بقى مش عندي، دي في محكمه الاسره. يعني انت راجل مالكش لازمه وضيعت وقتي معاك. ماليش لازمة ازاي بس يا ست الكل؟ ده انا اللي هوصلك لمحكمة الأسرة. وما ينفعش تخش على حد ما تعرفهوش وتقولي له انا طبق في جناية. أصل أنا ماليش في اللف والدوران. لو أنت مالكش في الحوار ده اعتبر إن أنا ما جيتش أساسا. طب مش خايف أوزع عليكي؟ أبلغ، أكون بسجل لك، بصور. اللي قاعدة قدامك دي ولا فارق معاها حياة ولا موت. لو تقدر تعمل حاجة اعملها. لحظة مدام، لحظة، استني. لحظة بس يا ست الكل، لحظة. هعمل لك اللي أنت عاوزاه. ممكن أشوف تليفونك؟ اشمعنى؟ ما تخافيش، لمصلحتك. افتحيه افتحيه. تليفونك حرارته عالية واستهلاك الباقة فيه عالي. انت بتشغلي فيديوهات؟ شايفني رايقة قوي، بعملش الحاجات دي. ايه ده؟ انت بتقرب كده ليه؟ تليفونك على الهواء. لحظة. يعني ايه على الهواء؟ يعني كله على الترابيزة. تليفونك مركوب. ناقصني غير العدة دي في أسرع وقت.